الان في اللحظه هذه جا لي تلميذ لاحظته من قبيل طلع لعندي، هو قال لي استاذه يعني الباكالوريا تاعو ما جابوش دو فوا وليتي اكسكلو. وهذا العام كان عمليه حنا عندنا الادماج، وبالتالي ادمج هذه السنه في ثانويه الامير عبد القادر. قال لي يعني جي بيردو ليسبوار مي كي جيت هنا جي يو مون باك. دونك هذه من الحالات الميؤوس منها والحمد لله. الحالات الاخرى ربما تكون في حالات مرت بحالات تلميذه مثلا في فتره الاختبار البكالوريا توفى الوالد تاعها والحمد لله راهي جابت البكالوريا، هي حالات نتقصوها من بدايه السنه وبالتالي نتابعوها. هي الحل هي المتابعه والمرافقه ونعطولهم الثقه في النفس، وحنا كمؤسسه هكذا رانا مع هذا التلميذ يشعر بان نحن الاسره الثانيه لهذا التلميذ، وبالتالي هو يسترجع الثقه الى غير ذلك.